بقول لكم سبحانية مزينة. هذه قبيلة ساكنين بالبر، لا إله إلا الله، تجار هالقبيلة، هو رهوشة وش اسمه، وأبوهم أبو هالقبيلة ذا، وأبو هالعائلة ذونا شايب وتسبير، يمكنه بس 70 75 تناوش 80، وتاجر تاجر مبحر، وبجنبه جيرانهم خيمة بجنبه فوق رب الحيل، والله يجزاه خير ويحسن عليهم ويعطيهم، ولا صارت في مناسبة وضيافة نادى أبويهم له، هذا جيرانهم له يجي له 6 عيايل وبنت اسمها فطيمة، لا مزينة، ايوه هذا ايه التاجر ذا له 3 عيال وفطيمة، بنت فطيمة كبر مزينة. المهم انه هذا التاجر من طبيعته كل سنة يروح أسبوع 10 أيام، أحيانا يكون نص شهر يروح، لما الصيد هو عياله، يقنص هو عياله، عياله 3 بس ورجال، واحد منهم معرس، الاثنين ما عرسوا، يعني ورجال كبار قصدي وما شاء الله ما عليهم. أي الزبدة يروح لما المقناص هو عيله، يوم صار هكا هالسنة ذي ذا صار مقصر، قال عياله يلا يبنا بينا نمشي للمقناص وما ادري شو يقولون، قال والله يا عيلي اني مالي حيل الحين، انا ما بحيل ولا بجهد، روحوا انتم. وشلون يا بي؟ لا نبي نروح انا وياك، معودنا يا بي. قال اقول ما انا برايح، بقعد بالبيت وروحوا انتم. قال جل ما احنا برايحين. قال لا تروحون، والله ما انتم برايحين، قال لا تروحون وعسى عادة ما تنقطع يا ييلي، روحوا بس لا تقعدون، النادى انا عندي فطيم وجارنا هذا الحبيب ابو صلاح بجنبي هالفقير، ولو احتاج شيء وعندي شو اسمه القهوجي، وعندي الرعاة تجي كم واحد، ما علي ان شاء الله، ما لكم دخل، بس روحوا. قالوا يجي يمسكون فطيم، قالوا يا فطيم انتبه لابوي ما تخلين علي قاصر، وشوفي وش يبي وش يشتهي، وتعرفين انه يشتهي الشيء فلاني والوقت الفلاني، يعني عارفين ان كل ادق التفاصيل بحياته، وموعد اكله وشربه وقاوته، وهم اللي قايمين به، بس اني صاروا بيروحون يوصون فطيم. قالت ابد ابشروا بي ذا، يعد فطيم صغيره عمره تقريبا 18 20، هذا القعده. قال له قالت فطيم ابوي ذا اعرف له، هاو ابوي يعرف ايش يشتهي وعرف ايش يبي وعرف وقت اكله وشربه وقعدته، عارف العصر انه يطلع بالمشراق ويقعد ويفرش القهوج ويجون الضيوف، اعرف يا اخوتي. قالوا خلاص يعني نتكل على الله ثم عليت؟ قالت اتكلوا على الله ابد ما عليه، روحوا بس لدربكم. ايه هالزبدة شالوا بواريدهم وشالوا قش، وعندهم حمارهم، هالحمار ذا احيانا ياخذوا الراعي، واحيانا تاخذوا فطيم تروح ترعى غنم من عنده شويات توسع صدره ويشلون عليها القرب. اي المهم راحت خلوا الحمار عندهم وراحوا بخيولهم، ووصوا القهوجي ووصوا الرعاة، قالوا ترى رحنا وخلينا ابونا، ووصوا جارهم الله يجزاه خير على ابوهم وراحوا مشوا. المهم مشوا وهم يا الله خطوة تروح وخطوة تجي، بس انهم يبي يسمعون كلام ابوهم، متعودين كل سنة يروحون. راحوا اليوم الاول، راحوا اليوم الثاني، قالت فطيم يبها جت لما مزينة، قالت فطيم قالت ايه، قالت ما نروح انا وياك نعبي القرب، عاد مزينة ذي مستغلة فطيم مع حماره يحطون عليهم قربهم، لما عندهم شيء ذيولا، ما عندهم الا عنزين او خروفين بس جيرانهم. المهم قالت ايه نروح، هي عارفه فطيم انه عشان ربهم وعشان توسع صدره، بعد سحب معهن لهن غنمهن، وذي سحبت غنمه واخذنا الحمار وراحن، وصل ابوهن يقعد عنده ساعتين،
هذا اليوم الأول. اليوم الثاني قالت فطي مودس نطلع من الظهر. اليوم الثاني قالت فطيم مزينه الفطيم مودس نطلع من الظهر. الجو زين وله بحر بالحيل وعلي خيال وزي ونروح نطافش بالرجم. عند الرجم تقل محجر حصى بهميه يطافشن بها البنيات ويشرب غنمهن منوه يصب ياخذ لهن ميه لهن للغنم. المهم قالت وابوي ماش اطلع من الظهر صعبه لمين تغيب الشمس اربع ساعات خمس ساعات. لا 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 قالت خلاص احنا نقول لبوتس مش معنا وتاقف عليه عدم تنا لابستن برقعه ولابستن جلال على تسفه في طيم وتعرفونهم يلبسون ثوبين على بعض. لا لا قالت عم عم قال نعم والله قال نعم يا مزيني عارفه تجي لما بليته دايم وش رايك تروح معنا؟ قال وين؟ قالت الا وقوانه هي وبنته يلا يبا يلا نبي نشيلك على الحمار ونواسيك ونمشي احنا وياك ومن هالكلام يبي يرغب انه اي. المهم راح معهم سمع كلاما وراح معه اخذ عصاو وخذوا لهن عودان اثنين وشرشف. يوم وصلنا قلنا خاف تحتم الشمس على ابوي نبي نغطيه. يوم وصلنا الرجم يمكن الرجم مسافه 300 متر او 400 متر مو بعيد. اي قال وصل انه ما تجي واسن غنمهن يشربن وشوي بحط انه فوق شوي وحط له تقل شرشف فوق وحطوا عودين وحطوا غطى انه حط عنده تمر وزبد ولبن وحول اللم الرجم وحجر حول اللي محجر. هو قاعد شوي بالرجم وحول اللي حول اللي المحجر حسن انه حست مزينه انه ما يشوفه فسخت كل ثيابه بس عليها شلحت انه منصكم عليها سلاح منصكم قطن تحس انه ما يشوفه طافش وطافش عاد شوف شكله البنت الله يستر علينا عليها صارت تطافش وجسمها حلو يلصق الجشر ذاك الملابس على جسمه ويبرز كل محاسنه وهي مصلوخه بس انه ثوبه لزق عليا من الماء وانها بلا الشاي بس مقق عيونه يعركهم بشماغ طرف شماغه ويناظر ويعرك ويناظر ويتنهد منقصق بطنه هالشايب ما عمره شاف هالزين. وش هالزين وهي شعره طويل وتنسف وراه وتطب الرجل بالمحجر تطافش بالطافش الطافش وما تطلع وما تدخل في الطوم في طيم وتطافش الطافش وتطلع لانه ما يشيل ثنتين. اي المهم وهشوي بيناثر وتنهد ويبدا يحط يده بين بالصدر ويقولها حر تسبدك يا ابو يا ابو فلان ما ادري عاد وش اسمه لده حر تسبدك يا زين البنيات يا زينة. ومسكت يوم اقبل اني يلا يبا تبي تاكل شيء تبي تشرب شيء بدي قضن هن مستيتن غنمهن ورشقن على غنمهن وتراشقن الماء والعبن بالمحجر وبدن راكبن جميع وتتفرج. يوم قضن يجن عاد نص العصر او اخر العصر قال يبا تبي تاكل شيء تبي نزين شيء ولا نمشي؟ قال لا لا كون نمشي. امرض الرجل امرض انه الزبده راح شال انا لبي على الحمار وشال انا القرب عبن قربهن وحطنهن على ظهر الحمار وشال عصيانهن ومشن. يوم مشن ويمشي وبس يتنهد بس يتنهد بس يتنهد ها شو اسمه هالشايب حطته في ضي مواسته منام وقعدته او المجلس حقه وقعدته وراحت تشيل تزربته تعلقه والعصلية تواسي يعني تغير ثوباته عقب مطافش وابوا بس يتنهد. قلت له يبا تبي شيء؟ قال لا ما بشيء ما بشيء لا تحسينا بس. قلت وش بك يا بوي كانه ما احنا مزينين ازين لك قرص ازين لك كذا اذبح لك ذبيحه. قال لا 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 المهم انا ابوي ما ذاق ولا عود على اللبن والزبد اللي اكلوها الظهر وخبز. تبدا في طيم تحول أي يوم عبد صلى العشاء وينام. هذا اليوم الثاني. اليوم الثالث نفس الشيء يذوق شيء
ولا جو عياله إلا بالليل، الليل ترابع، يعني 3 أيام عياله غايبين، وهو تنهد منقص بطنه ولا ياكل إلا صاحت فاطمة، ما يذوق العيش إلا لا صاحت عليه فاطمة طيب بنيته. يا بي تعال انت متعالي، يا بي نبيك، يا بي اكل، يا بي اشرب، تحول ببيه. المهم جو عياله، جو عيال مو ابوهم اللي راحوا خلوه، هل يبا صدنا رانب، صدنا ما ادري ايش يقول، صدنا حبال، يورونا انهم صادوا ولا يعطيهم شيء، بالعاد يفرح ويستانس لا شاف اللي معهم. يبا وش بك، ما وش بك، هل تبي الرح الرحرين انتو؟ الاثنين ذولا الصغيرين قاعدين ينظرون ابوهم، الوصل الاوسط بدا يتزلب الحصيله مع ابوه اللي حصلوا عليه الصيد. ولد الصغير بس يناظر عيون ابوه، الصغير فاهم الوضع. وش بك يا بيي؟ وراك يا بيي؟ ما رد. جالس كبير وش سلم على بيي، ها يا بيي ها شفت اللي جبنا؟ ما رد بس تنهد. وش بابويا طيب؟ قالت ما ادري، قبل امس رحنا ابو معنا للرجم وحطينا عليه اسمه شرشف عشان الشمس وغيم، وقعدنا استنسنا وانبسطنا وعطيناه زبد وخبز، ما ادري هي ضربه شمس وبرد اللي بوه ما تدري ايش بوه فار فطيم. ايه ناظر الصغير قال من انت وياه ورحتي؟ قالت احنا ومزينه مزينه شايفينهم، شايفين جسمه رايح جايه. قال ايه يلا يلا يا فلان رح نكتف الطيور، رح نكتف الطيور يعني اخوه الاوسط. وقال للسبير رح زين الارانب شرحهن وملحهن لا يخربن علينا، بس عارفهم انه بيشوف ايش عند ابوه. قال وش بك يا بيي؟ قال ما بي شيء. قال يا بيي ما ادري ايش بك، يمسك صدره قال بدي شيء. قال ها وحرت سبدي يا وليدي. قال عاشق الشايب، قال عاشق الشايب، والله ان قلبك خضر يا بيي، عاشق مزينه، عاشقه جزت لك والله ما ترد عنك، ان وافقت والله ما ترد عنك، تبيه يا بيي؟ قال كانك تبرونا فاخطبوا اهلي. انها بلا تسبر. قال يا ابوي في عمر بنتك. قال الصغير ولا وسط مالك دخل، يلا امشي خلى اللي بيدك كله غسل يديك ويلا حر بحار. ويروحون لما جيرانهم وبصراحة يسلمون، شافت فاطمة الطيب انه جو يسلمون ويهلون ويرحبوا لهم، مال العيال صغيرين والفقر داق ولا عنده شيء. قال احنا جايين خطاب. قال هلا والله سهلة ليكم انت ولا الصغير؟ قال لا لي ولا لاخوي، يقولها الاوسط والصغير. قال رجل من؟ قال لابوي. قال ها؟ قال لابوي. قال يا فلان ابوك شايب ورحن عمره وعود وبنيتي من تعتبر من احفاده مو من عياله. تطلع فاطمه لبست نقاب شو اسمه؟ برقع فطيم وطلعت. قالت يبا وافق عليهم. قال فطيم مزينة. قالت يبا وافق عليهم. قالت انت تقولينه؟ قالت اقوله وافق عليهم. قال سمي ما دام هذا اللي تشوفينه سمي. قال هذه ما نحتاج نشاور، هذا انا سمعته. قالت بس عندي شرط قبل تروح لابوك. قال وشو؟ قالت ابي 80 ناقة من الياقة الزينة حقت ابوك. قال بسيط بس. قالت ومحزم ورشرش لامي. قال زين. قالوا ديتس لاخوي، اخوه 13 سنة. قال زين. قالت وابي اغير هالخيمه ذي، ما جازت لي خيمه ابوي ما بزينه، كل شوي ترقع بها امي وتخيط بها. قال ابد ليتس اللي تبين، خلينا نشوف الشايب ونقول له نرجع لسباتسرا وبعد ساعتين. قالت خلاص روحون يركضون. يابا يابا وافقت وافقت فطيم وافق مزين زينة وافقت مزينة. وينتعش الشايب، ها وافقت علي؟ قال لي وافقت. قال لي هلا والله، وش يبون؟ قال لهم شروط يبا. قالوا وش يبون؟ قالوا انها تقول ابي 80 ناقة لابوي وابي رشرش ومحزن لامي وابي قدس
لأخوي قال 80 ناقة، أعطيها 100 ناقة، 20 له و80 لبوة، وأعطي أمه وأعطي مهر 100 ألف. ما شاء الله تبارك الله، ونبي باكر العرس ما شاء الله على طول، عطت كب ما شاء الله تبارك الله، رفعت أبوه وهدفه كله تبي تشيل أبوه من الفقر، تبي تشيل أبوه من الفقر. أمرت ما شاء الله تبارك الله بن باكر ما شاء الله استعدوا وزينوا الخيام لهم لأبوه وله ورجله، ومن عقبه قاموا العرس. دخل عليها شوي وفرح وما يدري وش يزين من الفرحة. ناموا ليلة مباركة، يوم قامت الصبح تلبت وثران هامد، قالت تفا يا عيال يا عيال قبل صلاة الفجر ميت. وهي قامت قال 10 صلاة الفجر، يا ذا يا عيال يا عيال اطرحوا له. نعم يا زينة، قالت ما ادري ايش جايين بيكم. راحوا تزلبوا وثران توفي. يوم ذا ما تجي قالت الشكوى لله، والله ما تهجيت انه يبي ذاك، لكن ترى عليه جنابه. قال عليه جنابه؟ قالت عليه جنابه. وما شاء الله تبارك الله يغسلونه غسول، يغسلونه غسول الميت، ويصلون عليه وياخذون العزا من الاهل والجيران، وياخذوا يجسمون حلاله حقه ويعطونه اياه، قالوا هذا حقت هذا الشرع. وما شاء الله تبارك اليوم تمت شهر، يوم تمت شهر سبحان الله العظيم، وتدري انه حامل. قالت يباه يما، قالوا قالت انا حامل. قالوا حلال الحمد لله، ما جبتي من حرام. قالت ايه تدري انت هالقبيلة وش يسوون، ما يهملون عيالهم، باتسر يبي ياخذون وليدي من، وهم يسمعون كلام انا رفعتهم، رفعت ابوه وامه واغنتهم ورزقتهم من سبابها الرزق. قالوا وش تامرين؟ بقت نهج بليلة ظلمة، انا اللي ببطني ذا من معطيتهم اياه، وتهج يضفون عفشهم كل الليل وهم يشتغلون، ويتصفطون اخر خيمه يوم هجتت العشاء، ويغسلوا ذاك شو اسمه اخر خيمه ما دري يوبهم الجيران، لفوا اخر الليل وشالوا عفشهم ومشوا وراحوا وابعدوا وابعدوا، مثل ما تقول سيده ما بين القصيم وحايل، او ابعد بعد تابي هالولد اللي ببطنه ما يوخ هذا والبنت. لا اله الا الله سبحان الله العظيم. وتروح السنين وتجي السنين، عقب تزوجت في طيم وتزوجت الاثنين الشباب، وتجي سنين وتروح السنين، ويموت ابوه وتموت امه، وهي اخذت رجل ثاني عقب 15 سنة. راحوا بوقت الضحية الناس راحوا، كل راح يبيع حلاله والطرقات مثل ما الحين موجود عندنا، صدفة صاروا ذولا بجنب ذولا ما بينهم الا قيمتين، ويمشي الوليد عمره 15، ويمشي الوليد عمره 15 سنة يكاسر بر بالغنم حلاله ما يمتوا حلاله، ويبدا يقول هذا يوم ناظر وهل سبير ولا وسط. قال انت تشوف اللي يشوفه؟ قال وش تشوف؟ قال سنه ابوي، هذا مو ابوي. قال والله سنه ابوي، كتوف وحركته مشيته، يركضون لامه يمسكونه مع كتفه، وجه ابوهم وعيون ابوهم وشكل ابوهم سبحان الله. قال من انت ولد له؟ قال ولد ابوي. قال ايه وش اسم ابوك؟ قال ما لكم دخل، عاد امه مدرسته عشان ما يوخذ. لا اله الا الله. قال طيب ما احنا بنسوي لك شيء، بس وش اسم ابوك؟ قال ما لكم دخل، ويركض له وسط الخيمة. عرفت أمه مطلعت، قال زينة، قال هلا، قالت هلا هلا، وثرة كبير ومع عيال وبزرين أخت الرجل ثاني. قالوا هالولد هذا ليت لبوي؟ قالت ما لبوك شيء، هذا رجل هذا ولدي. قال بنت الحلال تعوذي من الشيطان، الشبه والدم ولا الشكل ولا والعيون كلها تسنها ابوي. قالت اقول ما لكم شيء، هذا ولدي ولا لكم شيء، وش جابكم هنا؟ ناسينكم ناسيننا، وش جابكم؟ قال الله بده الحي تلاقه، وهذا اخونا. قالت ما لكم اخوه ولا لكم شيء لابد. قال اقول
فين القاضي؟ هذا أخونا وشكله عمره 15، نفس موتة أبوي حملت يبو. أنت قلت إن عليه جنابه أبوكم، وأكيد إنك حملتي. إيه، قاموا روح للقاضي. القاضي ذا شو اسمه له بنت تجر شو اسمه، تعرف الجرة، تعرف جرة الرجلين أو ايش يسمونه، تعرفها، تعرف القوافي، تعرف الناس، وشاعر هالبنت ذي، ويتكل عليها هو بوها بأشياء كثيرة. وابني ذي مي بتسبير، عمره 17 15 15 16 ذي عمره، بس انه ذهينه، وتعرف القافية، وتعرف المواسم ممشى الرجلين، وتعرف الناس شبه. قاموا ودخلوا عليها الثلاثة، قالوا حنا ابونا فلان، يعرفوا عاد، قالوا ابونا فلان من 15 سنة اخذ له وحدة ومات بنفس الليلة، وان طلعت علينا وقالت ترى ابوكم على جنابه يا شيخ. وعقب 15 سنة وهجت بليلة ظلمة، لا قالوا لنا مع السلامة ولا شيء ابد، هجت وبحدادة. عقب 15 سنة شفنا هالوليد، وكنه ابوي وشبه ابوي وعيون ابوي. يوم سألناها انكرت، يوم سألناها انكرت، قال وين الولد؟ قال عنده، وامر الرجل اللي عندهم يجيب المرة والولد، وقال خليكم اناديكم روحوا، عاد تقعدون ورا الشق يا تروحون اناديكم. قالوا طيب، قالوا ايش تقولين بعيال فلان جايين يشكون انت منكرت ان لهم اخو؟ قالت هي طبعا ما لهم اخو. قال ايش تقول انت؟ انت ولد من انت ولد له؟ اسكت. قلت لهم اسكت. قال ما يصح لي تسكتي من ولدت سنة. انت من انت ولد له؟ ما قال شيء. قال طيب ما انت بحياتي؟ شوف علمك انسانك قوي وتعرف تركض بلمحه البصر وتنطل طلي من الرجم الفلاني، من المتسانة الفلاني، وتجي بدون ما يأخذ عليك أثر ولا يلقى عليك أثر، فأنت إن شاء الله مبري. قال لي أقدر، أقدر أروح أنطل طلي بدون ما حد يدري بي. وقال إن بنته إذا شفتها جاية هي ولدها ذي مزينة، روحي أنت وغنمت وقعدي بالرجم وأنا بكزه وانتبهي له شوف إيش يسوي. قام الوليد عليه شماغ، قام الوليد ونقز نقز 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 على الحصى اللي بالارض، ما خلاله اثر ابد ورايح. اما تجي يقوم ينطل احسن طلي ويربط يربط خشته بشماغه عشان ما يصيح، وينقز وينقز ويضرب الارض بدون ما يدري، حط اثر واحد، قدم واحد بس. وجاء لامه وحطه عنده، قال ما شافك احد؟ قال ما شافنا احد. قال ولا حطيت اثر بالارض؟ قال لا ابد ولا حطيت اثر بالارض. إيه جت البنت شافت الاثر وجت. قالوا ايش عندك؟ قالت وانا بالرجم جاء واحد وسرق طلي، والظهر انه هذا اللي عندك. قال ولا حط اثر؟ قال الا حط اثر والظهر هو اللي عندك. قال طيب وين الاثر ذا؟ وش دليتي عليه؟ قالت الظاهر ان الولد هذا من بنت بكر، من شاب صغير، من بنت بكر، من شايب النخل. ايش تقولين؟ قالت الظاهر ان هالوليد من 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 شاب صغير، من بنت بكر، من شايب النخل. قال والله انك جبتي يا بنيتي فعلا انه هذا ولد ابوه. وينادي الشباب اخوته ورا الباب ورا الخيمه، قال خذوا اخوكم. تبدأ تصيح البنت ألم ألم مزينة. قالت أنا كل هالسنين وأنا هتججبوا عنكم، وآخر مالك تاخذوا بارد مبرد؟ قال لا تخافين، ترى احنا ما احنا بقشران، لو احنا قشران ما خلينا أبوي يعطيت 100 ناقة ويحطيتها كالمهر، ما احنا اللي ترانا قلنا له، ولكننا نبيت تطقين خيمة بجنب خيمتنا، احنا ما احنا باخذين ولدنا حرمي نتسياه، طقي خيمة بجنب خيمتنا، نبي نربي ولدنا على عيوننا، ولا اخذنا شرع، لكن ما ودينا انحرمت. انت حرمتي 15 سنه منا، الحين ما ودينا انحرمت. الوليد فرح انه بيطلع بين رجاله،
أنا ما شاف فائدة من رجل أمه، رجل أمه بس يتبطع وتسدع، ولا عنده الغنم يتبطع وتسدع، يشتغل عنده بعد، راجلها يشتغل عندنا بتجارته. وما تجي تاخذ شرطة، هي لو من حين طايتهم شرطهم ما راحوا قضاة. المهم ما شاء الله تبارك الله طق خيمته بجنب خيمة أهله. ويبدون يربون وليدهم على ركوب الخيل والرماية والصيد، وما شاء الله يطلع رجل. وهذا القصة قلتها لكم، إن شاء الله نعجبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.